عبد الوهاب بن عبد الحكم. مولانا شو الفرق بين عبد الحكيم وعبد الحكم؟ الحكم الذي يرضى بحكم الجميع. الله. الحكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به. والحاكم الذي يفصل في الخصومات. فالله الحاكم وهو الحكم وهو الحكيم. يعني أهل النار وهم في النار بيعترفوا بأن هم مش مظلومين وأنهم يستاهلوا هذا الجزاء، فاعترفوا بذنبهم في صحبة أصحاب السعيد. كويس؟ ليه؟ لأن الحكم عليهم حكمه يرضي الجميع. عبد الحكم هذا كان من قريش بعد، عم النبي؟ لا لا لا، ده أبو جهل. كان يقولون أبو الحكم، إنما لقب كني بأبي جهل. هو يقرب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو من بني مخزوم، خاله الوليد بن المغيرة. وابو لهب؟ ابو لهب اللي هو عمه. شو اسمه؟ عبد العزة. الحين واحد يصير يسمي ابنه عبد العزة؟ اعوذ بالله، العزة ده صنم. صنم ها؟ شخنوة. انت موجود ولا؟ اي نعم. عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابو الحسن الوراق. مولانا الوراق شنو هالحرفة؟ يعني نسبة للورق، وفيه مكان في امباب اسمه الوراق، ومنهم عبد الوهاب الوراق. انت بتقول على عبد الوهاب الوراق؟ لا، ابو الحسن الوراق كان اماما صالحا ورعا من عقلاء بغداد. عبد الوهاب الوراق ترجمته في طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب. هذا الرجل جابوا الغزالي حتى في الاحياء، وله قصيدة بيقول فيها: انفر ضرا بين سارحة النعم، فأصبح مخدونا براعية الغنم. بيقول لطف الله اللطيف بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم والحكم، ما شاء الله، بشرت مفيدا واستفدت مودة، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. نعم. إيه نعم مولانا. قال ابنه: ما رأيت أبي ضاحكا إلا مبتسما، وما رأيته مازحا قط، ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي، فجعل يقول صاحب القرآن يضحك هذا الضحك. وسبحان الله، الوالد كانت له ضحكة بس ما فيها يعني استهزاء يعني. آه. إيه والله. هو بيقول فتبسم ضاحكا، فالتبسم بالثنايا والضحك بالنواجز، والأكل بالثنايا نهس وبالنواجز نهش. سبحان الله، يعني للعقلاء ها؟ أيوة. بس يعني بعضهم يضرب بالخمس، ما يعني غيب على قالت الكويتيين يغيب إذا شاف الكرشة وهذا. دسم. وكان يحب لحم الذراع فنهس نهسة. سيدنا ونبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة. ومن كراماتي قال منصور الحربي: رأى بشر بالحافي، يعني في المنام رؤية. قال: فقلت له: ما فعل أبو النصر التمار؟ أبو نصر التمار مر علينا من الصوفية مو؟ رؤية ولا رؤية؟ رأى رؤية بالألف. إيه مكسور. يعني إيه نعم. إنما رؤية بالتاء يبقى يقضى الألف. وعبد الوهاب الوراق. إيه هذا هو. هذا غير أبو الحسن الوراق ولا نفسه؟ غيره. قال: تركتهما بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب، فأعطاني النظر إليه سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني صايمين. نعم. يعني صايم يعني. إيه يعني كل واحد الله عطاه مرتبته. فالصوم لي فدال النظر إليه. صح. أكمل.